والناس الله يهديهم علينا اللي كيجيبوا لنا هذه المسائل اللي كتضرب المواطن. السيد انا صديق ديالي ذبح 10 نحاول لهم الكبود ديالهم كاملين، والجزاره كلهم ديال الضرب اذا ما خدموهاش. المواطن تخوف منه ما بغيش ياخذوا الناس، واللحم ديالهم اللون ديالو شويه مائل للكحوليه. انا ما ندخلوش حيت الكليان ديالي ما غيبغيش، انا كنجيبوا الحاجه اللي كيستهلكها الكليان، والطلب الكليان هو المهم عندنا. بوخيط عبد الواحد رئيس جمعيه جزارين عملت في دار السلطان وكاتب اقليمي للتجار اللحوم الحمراء بعملت في دار السلطان. المهم ناحيه على مساله اللحوم ديال البرازيليه اللي وفداتنا مؤخرا من البرازيل، الناس الجزاره اغلبيه الجزاره ما كيقتنيوهاش، هنا كيخلي الكليان خصو يجيبها للكليان ديالو، الكليان ما باغيش يستهلكها، دونك من الاصل ما كيجيبهاش هو من لي زاباطوار. واخا كتذبح ما كناخذوهاش حنا كاع، ما كنجيبوهاش عندنا هنا المجازر ديالنا، والجزاره كلهم ديال الضرب اذا ما خدموهاش، واللي كيخدموها تقريبا هما لي كرون سيرفاس، هما اللي كيتعاطاوها كيديوها كيخدموا بها، حيت هما السيد انا صديق ديالي ذبح 10 نحاول لهم الكبود ديالهم كاملين، الكبود ديالهم قاصحين، واللحم ديالهم اللون ديالو شويه مائل للكحوليه، من اللحم قاصح واش من العرف ديالو ولا ما فهمتش انا داك الشيء، مناش اللون ديال داك الشيء وكان. لا ما نظنش، ما نظنش يشريه، المواطن متخوف منه ما بغيش ياخذوه الناس. الثمن ما كاينش شي فرق كبير بينه وبين العجل، العجل تيدير 78 80 درهم في باص وفي مجازر، والاخر تيدير 68 70 درهم، ما كاينش شي فرق كبير اللي كاين. وانا المغاربه مولفين الجوده واللحم طري، ما غاديش يمكن لهم، هما كيشوفوا عينيهم اللي كتشري، ماشي بنادم كيشوف بعينيه عاد كياخذ الحاجه. لا ما نشريش، انا ما ندخلوش حيت الكليان ديالي ما غيبغيش، دونك ما غناخذوش انا ما نجيبوش. انا كنجيبوا الحاجه اللي كيستهلكها الكليان، والطلب الكليان هو المهم عندنا. لا هو دابا خصو واحد المده يتاقلم هنا بعدا كاينه في المغرب، ماشي الله يعلف هنا ويتقاد عاد يمكن يستهلكوا الانسان الا تبدل ليه اللون ديالو، ما اللون ديالو ما الكحوليه ما يقدرش الانسان يستهلكو، اغلبيه الناس ما كيزعموش عليه. ونصح المغاربه الله يوفقنا، والناس الله يهديهم علينا اللي كيجيبوا لنا هذه المسائل اللي كتضرب المواطن، والله يهدي ما خلق. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.